شي دابا انت مولفو بحال ماك انت كيبان ديما انت في التمرين كتخيل ان التمرين غيكون بحال ماك مثلث بحال ماك هذا هو اللي كيتحط لك في الدرس، ولكن في التمارين وفي الامتحان المحلي كتعطاك مثلث مقلوب مشقلب راسو لتحت كتفهم والو. عارف انت شد الورقه ديال الامتحان حتى تلعب. السلام عليكم اصدقاء، كي دايرين بخير؟ لاباس عليكم. اليوم غادي نديرو التصحيح ديال امتحان محلي، امتحان محلي رقم 2. ديجا شرح ندير لكم انا امتحانات محليه العام اللي فات وقال شي 3 وزدتكم واحد شي سيمانات هذه، واليوم غنزيدكم امتحان محلي اخر. دونك شبعان امتحانات محليه، الا خدمتوا هاد الامتحانات المحليه اللي عندي في القناه كاملين سير بعينك مغمضين الامتحان المحلي. انا عارف بزاف الناس عندهم امتحان محلي غيكون مورا العطله الدراري حتى التعديل. الا بغيتوني ندير لكم فيديو ديال كيفاش تساعد وكيفاش تبريباري داك الامتحان المحلي، يعني كيفاش نهار قبل الامتحان شنو خصك دير في الامتحان، بعض النصائح كذا كذا، خليوا لي تحت في الكومونتير باش ندير لكم فيديوهات، حيت التلاميذ ديال الثالث اعدادي عندي ناعسين في القناه. المهم قبل ما نبدا ندير لكم التصحيح، المهم التصحيح طويل شويه غادي نخلي لكم التصحيح، بغيت نوجه واحد الرساله للناس اللي بغاو يتسجلوا معايا في عرض اونلاين. الناس اللي بغاو يتسجلوا معايا في عرض اونلاين، ما كنتيش بغيتي تسجل معايا في عرض اونلاين، دوز هذه اللقطه وسير شوف الامتحان المحلي. عرض اونلاين سيدي مشروع حنا في السبوره كامل. عرض اولر فيه التلاميذ ديال الثالثه اعدادي، كيهم الناس ديال الثالثه اعدادي واللي يدعموا الشارك. ان شاء الله العام الجاي غنوسعوا النطاق ديال عرض اولر، غيتزادوا عندنا بزاف ديال الاساتذه مشهورين ومعروفين في اليوتيوب، يعني كتبعوهم نتوما في اليوتيوب، باش ان شاء الله غادي نوسعوا المستويات كاملين ولو السابعه الثامنه التاسعه الباك كلشي غادي يولي عندنا ان شاء الله العام الجاي في عرض اولر. ولكن هذا العام عندنا غير الثالثه اعدادي واللي يدعموا الشارك، متفقين؟ دونك بالنسبه للثالثه اعدادي الا تسجلتي دابا غتستافد اننا نبريباريو معاك الامتحان المحلي، حيت باقي بزاف الناس باقي ما دوزوش الامتحان المحلي. الا كنتي باقي ما دوزتيش الامتحان المحلي غنبريباريو معاك الامتحان المحلي، اما الا كنتي ديجا دوزتي الامتحان المحلي فغادي نبداو نبريباريو معاك ان شاء الله الدوره الثانيه من الاول، يعني فيق معايا باش نبداو من الاول، متفقين؟ بالنسبه للجدع مشترك هادوك كنبداو نبريباريو معاهم الدوره الثانيه. بالنسبه للناس اللي باقي عندهم فروض في الدروس ديال الدوره الاولى حتى هما كنراجعوا معاهم، متفقين؟ ولكن الاغلبيه كنمشيو للدروس ديال الدوره الثانيه. شنو غيكون في هذا عرض اولير؟ هذا عرض اولير غيكون فيه مات سيونس فيزيك عربيه فرونسي اولونغلي. العربيه دايرينها غير الثالث اعدادي، جدع مشترك ما دايرينش لهم العربيه، نقدروا نزيدوا لهم لانفورماتيك ولا الفلسفه. لانفورماتيك ولا الفلسفه هذه اللي تقدر تزاد لهم في بلاصه العربيه. بالنسبه اسيدي شنو كاين في هذا العرض اولير؟ شنو كاين؟ كاين اسيدي في هذا العرض اولير دروس، اساتذه كاملين تعطوك دروس باوديوات بفيديوات بتصاور بكلش، المهم هو تفهم عندنا دروس. ما كنديروش اللايف بالنسبه لك الاستاذ، الا درتي اللايف انا الا كنت مريض ما غنحضرش اللايف كذا، ما كنديروش اللايف بعد مرات الا احتاجينا اللايف كنديرو، اما اغلبيه درس كيتعطاك تتفهمو مزيان. استاذ ما فهمتش هذه، استاذ كتصيفط لي ميساج في الواتساب ولا اوديو، السلام عليكم استاذ ما فهمتش هاد اللعيبه هاد اللي صيفطتيني، هاد اللعيبه انت صافي فهمت، متفقين؟ دونك دروس تمارين كنعطيهم لكم حنا، وحتى التمارين اللي عندكم نتوما تقدروا تصيفطوهم لنا ونشوفوا معاكم. تتبع يومي، يعني يوميا تقدر تصيفط ميساج، عندك النمره ديال الاستاذ فين يبان لك طالع اونلاين صيفط لي ميساج، السلام عليكم استاذ، عارف فاكر اليوم الاستاذ قال لينا كذا كذا واش بصح؟ بصح كذا، متفقين؟ تتبع يومي فروض اللي كيقربوا الفروض كنصيفطوا لكم فروض من عندنا، وحتى نتوما اللي كان عندكم شي فرض منزلي ولا شي حاجه كتصيفطوهم لنا وكنخدموهم معاكم. امتحانات يعني الثالث اعدادي غنبريباريو معاكم امتحان محلي، وفي الدوره الثانيه امتحان جهوي هذاك بريباراسيون ديالو بوحد فهم القضيه. باباراتشي يكون الدعم النفسي بلس التحفيز، هذه هي اهم حاجه انا عندي هنا في هذا الشيء كامل، الدعم النفسي والتحفيز. يعني مره كيبان لي الجروب بدا كينعاس بدا كذا كنديروا لهم الدعم النفسي والتحفيز. واحد القضيه ما تصعبونيش، انا بوحدي كنقري هاد المواد هادو كاملين، الا كل استاذ كيقري ماده. زائد التوجيه في الدوره الثانيه غيكون عندنا التوجيه، في الدوره الثانيه غيعطيكم واحد الوريقات وغادي يقولوا لكم فوالا عمرهم واش دير علمي واش دير ادبي تقني علوم تجريبيه علوم كذا كذا، غنعاونكم ان شاء الله في الاختيارات ديالكم. هادشي اللي كاين بالنسبه للفيديوهات فين كنحطهم لكم، الا كانوا فيديوهات قصار يعني الاستاذ قسم الدرس على فيديوهات قصار تيصيفطهم لكم في الواتساب نيشان هكا فيديو طا 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 طا، الا كان شي فيديو طويل كنحطهم لكم في الفيسبوك لاباج فيرمي يعني ديالكم نتوما بوحدكم الناس اللي مسجلين معنا في عرض اولا. اخر حاجه في هادشي كامل هي الثمن، دونك 300 درهم للدوره الثانيه كامله، يعني سواء كنتي كتقرا في الثالثه اعدادي ولا جدع مشترك غتخلص 300 درهم مره واحده. تخيل معايا دابا انت دابا شهر واحد
ياك شهر واحد هذا شهر واحد ولا انت غتكون تفرج في الفيديو شهر جوج ولا المهم يعني غتخلص 300 درهم وحده طريقه ديال التسجيل وكذا غتلقاها لتحت في الديسكريبسيون اولا في اول تعليق غتلقى واحد الجروب تدخل ليه تما غنساقوك الطريقه ديال التسجيل غتخلص مره واحده 300 درهم غتقرا هادشي كامل العام شهر واحد وشهر جوج وشهر ثلاثة وشهر أربعة وشهر خمسة وشهر ستة يعني الدورة الثانية كاملة مفهومة القضية دونك 300 درهم هي الدورة الثانية كاملة هادشي اللي آخر أجال هو 15 في شهر جوج يعني شهر جوج نهار 15 في شهر جوج سدينا ما نبقوش مبرزطين حنا مع واحد يلا دخل اه دون سيبطو لي داكشي القديم وناري واه يا ناري واه يا كدا واه ناري دونك من الأحسن تدخل من الأول باش ما تبقاش في داك التبرزيط هو التلاميذ اللي كيدخلوا عندنا في شهر ثلاثة في شهر وي كنصيفطوا لهم ولكن ما كيكونش بحال تلميذ دخل في الاول من الاول دخل الحصص ديالو في الاول كذا كذا كيكون بخير اما تلميذ حتى شهر 4 5 انا راه ما عليا والو غنشد الفيديوهات كامله غنصيفطهم ياك خوت ولكن تخيل معايا تلميذ صيفط ليه 100 فيديو صعيب عليه فهمتي غيعجز المهم هادشي اللي كاين على عرض اولير الجروب غتلقاوه تحت في الديسكريبسيون غتدخلوا ليه ثم غادي نعطيكم الطريقه ديال التسجيل واي سؤال تما تقدر تسول داك الجروب الكسالة 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 دونك الكسالة ها الكسالة دونك بالنسبة للتخراج ديال الامتحان المحلي دونك شفت ليكم التخراج ديالكم كيف ما قلت ليكم ما غاديش نحط ليكم التصحيح حتى نشوف التخراج ديالكم كامل وحتى شفت التخراج ديالكم كاملين عاد نصور ليكم معكس انا هنا راه معكس ضروري كنبغي نشوف التخراج ديالكم بعدا هو الاول عاد نبغي نحط لكم التصحيح حيت ما يمكنش صافي نحط لكم امتحان نحط لكم التصحيح صافي نمشي نعس لا نشوف التخراج بعدا هو الاول مزيان دونك هنا في هذا التخراج هذا كيبان لكم الشوفه كاين اللي مع الشوفه تيكون ساهل صافي بلا ما نخدمه ولكن ملي غتخدموا غتلقى شي صعوبات وغتلقى شي اخطاء وغتلقى بزاف ديال العيبات المهم ما علينا نبداو على بركه الله في التخراج ديالنا دونك السؤال الاول هادي خمسة أوكارية 25 ما ندوش عليها خمسة أوكارية 25 جدر تسعود هي ثلاثة جدر تسعود هاد غاسين نوف هي ثلاثة ثلاثة في ثلاثة هي تسعود متفقين 25 ناقص تسعود هي 16 وجدر 16 هي 4 تخيل معايا أن امتحان المحلي مبقى لي والو كاين اللي مخرجاش لي 4 يعني إلا مخرجاش لك هاد العملية الأولى 4 سير تعالج سير راجع راسك مزيان سير راجع الدروس الفيديوهات ديالي كامل يتفرج فيهم كامل هاد الليله ما تنعسش نكون انا في بلاصتك هاد الليله ما نعسش الليله كامله نخصصها للماتش اللي ما خرجاش ليا ربعه هنا المهم نمشيو للبي هاي بي دونك بي اش قال لك اسيدي بي بي قال لك خرج هادي وصافي ما قال لك حتى شي حاجه شوف هاد الميكرو واش خدام دونك اول حاجه هادي غنقلبوها حيت ملي كيكون عندي الاس سالب عندي الحق انني نقلب دينوميناتور مع النوميراتور يعني المقام مع البسط يتقلب دونك كتولي عندي 4 على 5 زائد نفس القضيه هنايا غتولي 3 اس 1 يعني 1 على 3 تولي 3 على 1 هي 3 3 اس 1 هي 3 زائد هذه 2 اس ناقص 3 غتولي 1 على 2 اس ناقص الكل اس 3 متفقين دونك 2 راه هي نورمالمون على 1 دونك الاس السالب الا بغينا نرجعو موجب غنقلبو الفوق مع التحت دونك كتولي 1 على 2 وهذه ما نقربوش لها هادو هما الخطوات كاين اللي مشى هادي هي الاولى خدمها لا كنخدمو ما بداخل الاقواس هو الاول عاد كنتبعوها لاكروشي يعني المعقوفات عاد كنمشيو لبرا المهم دونك 4 على 5 ما عندنا ما نديرو ليها 3 دونك 1 على 3 اس 3 غيتعطى لهذا وتعطى لهذا غتولي زائد 1 على 8 حيت 2 اس 3 هي 8 1 اس 3 هي 1 و 2 اس 3 هي 8 ايغا 4 على 5 هاي العمليه غدا وكتصغر دونك توحيد المقام هنايا 1 عاوتاني 1 في 8 هي 8 8 في 3 هي 24 1 في 1 هي 1 ايغال 5 4 4 على 5 24 زائد 1 هي 25 هنا راه زائد 25 على 8 اس ناقص 1 كبط الكاميرا لتحت باش يبان لكم هادشي هنايا دونك ايغال 4 على 5
زائد هذه غتقلب، الا بغينا نحيدوا الاساليب غنقلبوها غتولي انت باش نوريكم هذه العيبه. هذه راه معقوفه هنايا وهذه زائد، او كاد 25 على 8 غتقلب غتولي 8 على 25 وصافي. دابا غنوحدوا المقام، مقام واحد هو 25 25 هذه ما غاديش نقربوا لها حيت المقام ديالها موحد، وهذه غتضرب في 5 دونك 5 في 5 25، 4 في 5 هي 20، دونك 20 زائد 8 هي 28 على 25. وحتى هذه الا ما خرجاش لك 28 على 25 عرف راسك عندك مشكل في البويستونس القوه. رجع تفرج في الدروس ديال القوه كامله. نمشيو للسي، بالنسبه للسي ساهله هادشي ضحكنا دوينا عليه وضحكنا عليه، اعداد زوينين اعداد خايبين داكشي ضحكنا عليه تطبنا فيه مات الادراكات. دونك 7 جذر 8 هي 4 في 2 ناقص 4 18 هي 9 في 2 زائد 25 هي 50 هي 25 في 2 دونك 4 غتخرج في 2 سعودة تخرج بالثلاثة 25 تخرج بالخمسة. هادشي دوينا فيه تاعين 7 في 2 هي 14 4 في 3 هي 12 زائد 5 جذر 2 14 ناقص 12 هي 2 2 زائد 5 هي 7 متفقين؟ دونك حتى الا ما خرجاش لك 7 جذر 2 عرف راسك عندك مشكل كبير. هاد الليله ما خصكش تنعس، خصك تنعس. هاد العمليه فين صافي قالت لنا هاد العمليه قال لك بين ان هادي كتساوي 1 بين هادي كتساوي 1 بين هادي كتساوي 1. شوف دونك اول حاجه غنوحدوا المقام، توحيد المقام ها هو غنديروا واحد الخط كبير غنضربوا هذا في هذا. دونك جذر 2 ناقص 1 في جذر 2 جذر 2 في 1 وهذه في هذه. دونك ضربنا هذه دونك ضربنا هذه في هذا وضربنا هذا في هذا دابا غنضربوا هذا في هذا. دونك 2 في جذر 2 ناقص 1 ايغال واحد الخط كبير غنشرو. جذر 2 في جذر 2 هي 2 جذر 2 في جذر 2 هي جذر 2 او كاري او كاري مشى مع الجذر وليت عندي 2. قال لنا والو امتحان المحلي خصنا نبداو نديرو بحال هكا متفقين. جذر 2 الى تتلفت يوقف الفيديو كتبها في ورقه. جذر 2 في جذر 2 هي جذر 4 جذر 4 هي مزيان. دونك جذر 2 في 2 هي جذر 2 جذر 2 في 1 هي ناقص 2 جذر 2 الفوق جذر 2 في 1 هي جذر 2 2 في جذر 2 هي ناقص 2 جذر 2 ناقص 2 في ناقص 1 هي زائد 2 ايغال جذر 2 ناقص 2 جذر 2 عطانا ناقص جذر 2 زائد 2 بلاتي. هنا جذر 2 في 1 هي جذر 2 هاي جذر 2 في 1 هي جذر 2 دونك 2 ناقص جذر 2 وهذه راه هي هذه انت انا قاد لك 2 زائد 2 ناقص جذر 2 على 2 ناقص جذر 2 غير قلبت لهم البلايص ناقص جذر 2 حولته هنا و 2 حولته لجا لاخر. دونك الا كانت شي حاجه كتقسم على نفسها على نفس الحاجه كتعطينا 1 اذا ها هي كتساوي 1. بزاف ديال الناس ما خرجوش ليهم 1 وسولوني في التريفي حقا استاذ ما عرفتش هذه ما عرفتش. دونك ساهله بسيطه بزاف صافي. الناس اللي معايا من الاول لا صافي هادشي طحنوه كيتفرج فيا دابا وديرها سير استاذ كمل كمل. نمشيو دابا للتمرين الثاني. التمرين الثاني كيدوي على لوغدغ اي لوبيراسيون يعني الترتيب والعمليات. قال لك سميتو قارن هاد الجوج نقارنوهم يعني نكومباريو بين هذا وهذا. دونك الا بغينا نكومباريو بين هذا وهذا خصنا نرفعهم او كاري. 5 جذر 2 او كاري غتعطينا 25 في 2 حيت الاو كاري غيتعطى 5 تعطينا 25 او كاري غيتعطى جذر 2 تعطيني 2 25 في 2 تعطيني 50 الاوكار غير تعطى 3 غتعطيني 9 اوكار غير تعطى 6 غتولي 6 و 9 في 6 هي 54 متفقين. دونك شكون اللي كبير شكون اللي كبير شكون 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 اللي كبير شكون اللي كبير شكون. دونك بما ان 54 اكبر من 50
هذا يعني أن 3 جذر 6 أكبر من 5 جذر 2. وفي السؤال اللي من وراه قال لك نقص 4، نقص 4، ناقص 4 من هنا وناقص 4، إذا نقصتي 4 ونقصتي 4 من هنا ما كيتبدل حتى شي حاجة. متفقين؟ نقص 4 من هنا ونقص 4 من هنا ما كيطرى حتى شي حاجة. متفقين؟ هذا هو السؤال اللي من وراه. كومباري ملي كومباري هاد الجوج كترفع او كاري، ترفع او كاري وكتقارن. سهلة بسيطة القضية. السؤال اللي من وراه قال لك خرج لي هادي، قال لك بين ان هادي كتساوي واحد العيبة. انا ما عارفش ديك العيبة اللي غتخرج ولكن غنخرجها وصافي. دونك 5 جذر 2 غنرفعوها او كاري مش طابقة هاما هادي. ناقص 2 في الاول في الثاني، يعني في 5 جذر 2 في 3 جذر 6 زائد هاد الثاني او كاري، يعني 3 جذر 6 او كاري. سالات نوبتك اقال. دونك 5 جذر 2 او كاري، او كاري غيتعطل 5 وتعطل 2 تولي 50. ناقص هنا فاش كيكون عندي الضرب الجذور مع الاعداد العاديه، الاعداد العاديه كنضربهم مع بعضياتهم، يعني 2 في 5 هي 10، 10 في 3 هي 30. والاعداد اللي وسط الجذور كنحسبهم مع بعضياتهم وسط الجذور، يعني 2 في 6 هي 12 زائد هذيك 3 جذر 6 هي خرجت لنا قبيله 54. غنحسبوا 50 زائد 54 تعطينا 104. 104 ناقص 30 جذر 12. متفقين؟ دونك 2 في 5 هي 10، 10 في 3 هي 30، 2 في 6 هي 12. دونك هي دونك هذا هو التخراج. وجو بونس هذه هي اللي غيقول لك وصل لها، يعني قال لك بين ان هذه كتساوي هذه. شوفوا واش كيبان لكم داكشي في الشاشه، وي كيبان لكم. دونك قال لك بين ان هذه كتساوي هذه. مزيان. دابا شنو بقى لينا؟ شنو بقى لينا؟ بقى لينا السؤال اللي من وراه. السؤال اللي من وراه ما بقاش لي الوقت، ما بقاش لي زعما السبوره، ما بقاش لي فين نكتب السبوره. ولكن واش انا كنتحنسر؟ واش انا كنلقى مشكل؟ ها هي ديجا وجدت لكم هادو، ما تخافوش، ما تخموش الاصدقاء، انا معاكم. هاهي وجدت لكم سبوره اخر. يلا اقراو ليه. يلا السلوات خليتهم هنا. يلا ديجا موجد لكم انا داكشي. دونك عطاونا لونكادغومو ديال ا وعطاونا لونكادغومو ديال بي، عطاونا لونكادغومو ديال ا وعطاونا لونكادغومو ديال بي، وقال لك اثر ليا ا زائد بي. اذا انا شنو درت؟ شنو درت؟ جمعت هاد الوسطانيين، إذا نتا الجناب غنجمعهم، دونك 11 زائد ناقص، نتا ديجا قبيلة قلنا لك سير بحالاتك، 11 زائد ناقص 3، و10 زائد ناقص 5، يعني غنجمعو هذا مع هذا، دونك 10 زائد ناقص 5 غتعطينا 5، و11 زائد ناقص 3 غتعطينا 11 ناقص 3 هي 8. متفقين؟ دونك ا زائد بي ها هو لونكادغومو ديالك. من بعد قال لك اونكادغي ليا جوج ا ناقص بي. ها هادي فيها المشكل، هادي حتى شي واحد فيكم ما جابها صحيحه، قليل اللي جابوها صحيح. دونك ركز معايا مزيان، جوج ا ناقص بي، اول حاجه ركز معايا مزيان، جوج ا ناقص بي اول حاجه خصك ترجع على الشكل، جوج ا زائد ناقص بي. انا غنقول لك علاش لو خصك اونكادغي جوج ا وتونكادغي ناقص بي. دونك اول حاجه خصني اونكادغي جوج ا، لونكادغومو ديال جوج ا هو ا، غنضرب هنا في جوج ونضرب هنا في جوج، غنضرب 10 في جوج عطاني 20، ونضرب 11 في جوج عطاني 22. متفقين؟ دونك الا بغيت اونكادغي جوج ا ناقص بي ما خصنيش اونكادغي جوج ا ناقص بي، خصني اونكادغي جوج ا زائد ناقص بي. فين ما تبان لك شي حاجه ناقص شي حرف دير الطريقه هذه. متفقين؟ مثلا اكس قال لك اثر لي اكس ناقص ايكغاي، قول لي لا انا ما غنأثرش اكس ناقص ايكغاي، غنأثر اكس زائد ناقص ايكغاي باش نجيبها صحيحه. حيت بزاف منكم كي ديما كيقول لي اس اكس ناقص ايكغاي ديما كنخرجها وكيحسبها لي استاذ خطا، ما عرفت علاش. ها علاش كيحسبها لك خطا؟ حيت كتمشي تخرجها نيشان، ما تخرجهاش نيشان. اكس ناقص ايكغاي ردها اكس زائد ناقص ايكغاي، وسير اونكادغي اكس راسها واونكادغي ناقص ايكغاي راسها، عاد جمعهم انا غنوريك. كني مساحه يلا
دونك اونكادرينا جوج ا ياك دابا غنمشيو اونكادريو ناقص بي ناقص بي نديرو لها التاطير حتى هي دونك ناقص بي غنضربوهم كاملين في ناقص ناقص 5 غنضربوها في ناقص ولكن غنديوها الجا لاخر ناقص 3 غنضربوها في ناقص ولكن غنديوها الجا لاخر متفقين دونك كنضربوهم كاملين في ناقص واش متفقين معايا هادي ضربناها في ناقص ولات زائد 5 هادي ضربناها في ناقص 3 ولات زائد 3 دابا عاد غنجمعهم دونك عندي جوج ا وعندي ناقص بي دونك غادي نجمعهم جوج ا ها هي جوج ا زائد ناقص بي و22 زائد 5 و20 زائد 3 هي 23 جوج ا غنرجعها ناقص بي 22 زائد 5 هي 27 هذا هو التعطير الصحيح ديال جوج ا ناقص بي شكون اللي خرجت لي هاد شكون اللي خرجوا لي الارقام هادو يصيفط يقول لي يا استاذ انا دونك الا خرجتي هذه صحيحه ما عندك حتى شي مشكل في الدرس كامل ديال لوغ دي لوبيراسيون يعني ترتيب العمليات كامل ما تخافش منه مزابقين هذه القضيه اللي كتخطا الناس نجيو لهادي ا ناقص 1 على 2 هذه ساهله دونك اول حاجه ا ناقص 2 اطرو ا ناقص 2 لا ا ناقص 1 يعني نقصوا واحد منا ونقصوا واحد نقصوا واحد منا نقصوا واحد منا تعطينا 9 نقصوا واحد منا تعطينا 10 ونقسموها على 2 9 على 2 10 على 2 صافي مثال هذه اللي هذه اللي تركزوا معايا مزيان فيها عاودوا 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 باش تفهمها مزيان متفقين يلا دابا غنمشيو لاكزرسيس نمبر 3 اوكي دونك بالنسبه لاكزرسيس نمبر 2 عندنا كوس اكس ايكوال 1 ديفايدد باي ريسين 3 قال لك حسب ليا المهم توش على لونغلي ديالي المهم ولكن الناس اللي غادي يقراو لونغلي يعني اللي غادي يبغاو يقراو الماتش بلونغلي غادي نقريكم ماتش بلونغلي دونك عطاونا الكوس ديال اكس كتساوي 1 على غاسين 3 وبغوني نحسب السينيس ها انا عندي واحد العلاقه كتقول لي سينوس او كاري سكوير بلس كوس اكس سكوير ايكوال 1 هاد العلاقه عندنا ديجا كنعرفوها ياك الكوس غنعوضوها بديالها كوس عطينا الرقم ديالها اللي هي 1 على غاسين 3 متفقين سينوس اكس او كاري بلس او واحد او كاري عطانا واحد على 3 دونك غاسين 3 هي او كاري هي 3 ايغال واحد دونك الاخوان كان غيطيح لينا الكاميرا سينوس او كاري زائد واحد على 3 كتساوي واحد غنحولوا واحد على 3 للجهه الاخرى غتولي عندي غتولي عندي سينوس اكس او كاري كتساوي واحد ناقص واحد على ثلاثة واحد هاكا واحد ناقص واحد على ثلاثة دونك غنوحدو المقام مقام واحد هو ثلاثة ثلاثة في واحد هي ثلاثة ثلاثة ناقص واحد هي جوج دونك جوج على ثلاثة اش غنديرو دابا لهادي شوفوا واش كيبان لكم وي كيبان لكم غنكملوا بالاحمر حيت السيلو اسود شحف عيا دونك غنديروا الغاسين باش نحيدوا الاوكاري غنديروا الجذر دونك ملي كنوصلوا لهاد المرحله هنا الا كنتي فهمتي معايا هادشي ملي كنوصلوا هنا كنديروا جذر دونك جذر كبير سينيس اكس اوكاري كتساوي جذر كبير جوج على 3 ما عرفتش هادشي واش كيبان لكم اوكاري غيمشي مع هادي غتعطينا سينوس اكس وهادي غتعطينا جذر جوج على 3 هايا جذر جوج على 3 بالنسبه للطونجونت طونجونت هو طونجونت اكس هو السينوس على الكوسينوس يعني غتشد القيمه ديال السينوس اللي خرجت لينا هنايا ها هي نشدو القيمه ديال السينوس اللي خرجت لينا هنايا جوج على 3 غنقسموها على القيمه ديال الكوسينوس اللي هي واحد على جذر 3 غنتاكد من هادشي واش صحيح قدامكم باش نتوما تعلموا تاكدوا دونك سينوس او كاري ها هي
الكوست او كاري يجي واحد على جذر 3 هي حطيناه هنايا كتساوي واحد، دونك جوج الاس اي 2 عطينا الواحد ولات واحد، وعطينا جذر 3 ولات 3، حولنا واحد على 3 للجهه الاخرى ولات واحد ناقص واحد على 3، دونك 3 على 3 3 ناقص واحد هي جوج على 3. ملي بغينا نحيد الاوكاري دخلنا الجذر، دونك جذر كبير جوج على 3، دونك السيني دخلنا الجذر هنا وجذر هنا ولات عندنا جذر ديال جوج على 3، دونك طونجونت هو جذر جوج على 3. الا بغينا نديرو لها بحال ما هكا نفرقوا الجذر، ها هي غنوريك جذر جوج على جذر 3، وغتختزل ليا جذر 3 مع جذر 3 وتبقى جذر جوج. هادشي الا بغيتي تختزل، بغيتي تختزل غتخليها بحال هكا. متفقين الاصدقاء؟ دونك بالنسبه للتمرين الخامس ساهل، فيه ثلاثه ديال الاسئله، متفقين فيه ثلاثه ديال الاسئله. دونك قال لك احسب ا او، دونك عطاونا واحد الشكل، عطاونا واحد الشكل، عطاونا ا بي ا ام ا اف اف سي، عطاونا كلشي مزيان. دونك عطاونا قال لك احسب ا او، ركز معايا مزيان، ركز معايا مزيان في هاد اللعبه اللي غندير انا، تبع معايا مزيان. دابا نورمالمون حنا شنو اللي صعيب في التمرين ديال طاليس هو اننا مولفين التمرين كيكون حامق A B C M N، يعني مولفين ان مثلث وسط منه شريطه. ملي كيكون عندي انا شكل بحال ما هكا فيه الخطوط اكثر، ما كيصعب عليا انني نلقى مثلث، نلقى مثلث اللي نخدم فيه. يعني خصني هاد البوان هادي الراس، وخصني هاد الخطيط هاد، ان فوا نلقى الراس وهاد الخطيط هذا كندير هادي على هادي كتساوي هادي على هادي كتساوي هادي على هادي، يعني كتسهل. ولكن دابا حنا في الشكل عندنا هنا فين هو هذا المثلث اللي غنخدموا فيه ا او؟ حنا بغينا نحسبوا ا او. الا بغينا نحسبوا حنا الشكل ا او، فين هو المثلث اللي غنخدموا فيه؟ ها هي اللي غتقول لي عندي او اف باراليل مع ام سي معاه. اذا المثلث راه واضح، هو هذا ها 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 شي الراس ديالو هو انا نبينو لك مزيان. هاك شوف تابين ها شي ها مثلث ها هو الراس ديالك شي. دابا انت مولفو بحال ماك، انت كيبان ديما تايف التمرين كتخيل ان التمرين غيكون بحال ماك مثلث بحال ماك، هذا هو اللي كيتحط لك في الدرس. ولكن في التمارين وفي الامتحان المحلي كتعطاك مثلث مقلوب مشقلب راسو لتحت كتفهم والو. ها انت شد الورقه ديال الامتحان تلعب بها كما انا صبوره عباد الله ولعبت بها حتى هي الامتحان المحلي ديالك، تبقى تلعب بالورقه دورها ديال انت دورها. شنو كاين هنا؟ كاين عندي ها هو مثلث، ها الراس ديالو، ها الخطيط، ها الخطيط. اذا غندير اف على سي كتساوي ا او على ام، او اف على ام سي. متفقين؟ يعني هذا الشكل هذا اللي تدير بحال هكا راه ماشي هو اللي غتلقاه صح، هذا الشكل ماشي هو اللي غتلقاه، ديما غتلقى شي تخربيقه. مفهومه؟ يلا اجي دابا نخرجوا التمرين. السؤال الاول، السؤال الاول اسيدي قال لك اسيدي ها هو السؤال رقم واحد. شوف هادشي واش كيبان ولا مكيبانش. او سي سي بون سي كيبان با وي با دونك تيبان مزيان. دونك ملي تيبان مزيان، دونك اول حاجه غادي نديروها غادي نخرجو هنا باللي هنا مكيبانش، نخرجو هنا. دونك عندنا غنديرو بحال هكا، لدينا ا سي ام مثلث اف ابارتيان ا سي او ابارتيان ا ام، يعني داكشي زوين. انا غنصيفط لكم ان شاء الله في الجروب داكشي مكتوب، ولكن في الشرح ديال السبوره انا كنجيني نشوف. فو دونك ا اف على ا سي كتساوي ا اف على ا سي كتساوي ا او على ا ام، ا او على ا ام كتساوي او اف، او اف على ام سي. غنعوضو بالارقام، ا اف شحال عندي؟ هاي ا اف عندي 2.5، ا سي ها ا سي ركز معايا مزيان. دابا هو بغا مني ا سي كامله، انا عندي ا اف شحال كتساوي؟ كتساوي 2.5، وعندي اف سي كتساوي 1.5. اذا غنجمعهم بجوج، غنجمع هادي وهادي باش يعطيني ا سي كامل. 2.5 زائد 1.5 هي 4، ياك 4، 2 زائد 1 هي 3، نص نص هي 4 كتساوي ا او هي اللي قال لي نحسبوها. ا ام ها هي عندي هي 5، اذا صافي نكتفيها بهذا. دونك الا بغيت نحسب انا ا او غندير هادي في هادي قسمه هادي، هادي في هادي قسمه هادي. دونك 2.5 في 5
قسمة 4. كالكيلاتريس، كالكيلاتريس العرب ما شاء الله كبس. إيقال دونك جوج فاصلة خمسة اللي ضربناها في خمسة عطينا 12.5، غنقسموها على 4 عطينا 3.125. 3.125. ده هو السؤال رقم جوج. السؤال رقم واحد هذا. السؤال رقم جوج نشوفوا بعدا شي واش كيصور ولا سي بون كيصور. دونك عندنا هنايا قال لك بين ان هنا ركز معايا مزيان غنخدموا اخضر ام اف. قال لك بين ان ام اف هذا باراليل مع بي اس سي. هاي 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 باراليل مع هذا. اذا ها هو الراس، ها هو المثلث متفقين. شدينا الصبور عاوتاني وقلبناها عطانا مثلث. اذا كيف ما قبيله فاش كنبغي نحسب شي ضلع كنخدم طاليس المباشره. ملي كنبغي نحسب شي ضلع ها هو بحال هكا مباشره. ملي كنبغي نبين جوج المستقيمات متوازين كنخدم العكسيه، طاليس العكسي. هادشي ديجا شرحت لكم. دونك انا شنو غادي ندير؟ غنمشي نحسب في الخضر، في الخضر مخلينا في المثلث الخضر اف على اسي. نمشي نحسبها اف على اسي. هادشي اللي كندير فاش كنبغي نشوف واش جوج مستقيمين متوازين كنحسب النسبه الاولى وكنمشي نحسب النسبه الثانيه ام على ابي. الا لقيتهم بحال بحال هذا كيعني انه متوازي. متفقين مزيان. دونك النسبه الثانيه هي ام على ابي، اف على اسي، اف على اسي، اف على اسي 2.5 على 4. غنشوف شحال من بعد. ام هي 5 و ابي 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 8 8. دونك غنحسب هادي ونحسب هادي ونشوف الا لقيتهم بحال بحال. الا لقيتهم بحال بحال دونك راه متوازي. 2.5 قسمة 4 عطاتنا 0.625. و الا قسمت 5 قسمة 8 غتعطيني 0.625. اوكي الا بغيت نبين جوج المستقيمين متوازين كنحسب النسبه الاولى هذه على هذه وكنحسب النسبه الثانيه اللي هي هذه على هذه. الا لقيتهم بحال بحال راهم متوازين حسب طاليس العكسيه. بالنسبه لهذه راه ساهله. نمشيو نحسبوا ا ام او كاري. السؤال الثالث نمشيو نحسبوا ا ام او كاري. شحال ا ام هي 5 او كاري هي 25. وغنمشيو نحسبوا ا او في ابي شحال كتساوي. ا او شحال كتساوي ا او هي 3.125. في ابي شحال ابي في 8 في 8 هاي 3.125. دونك حسبت ا ام شحال كتساوي لقيت شحال كتساوي 25. غنمشي نحسب ا او في ابي ها هي 3.125 في 8 وخاصني نشوف شحال كتساوي في 8 شحال كتساوي. صافي هذا هو اخر سؤال في امتحان المحلي.